السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة هي حلقة خاصة لسحب المتسابقين الثلاثة الذين سيفوزون بمبلغ قيمته $100. قمنا بوضع المسابقة على انستغرام، والآن سننسخ رابط المسابقة لنقوم بالسحب ببرنامج السحب الشهير ليعطينا الأسماء التي استوفت الشروط والأسماء المشاركة في هذه المسابقة. ننتقل إلى البرنامج كما ترون، نضع الرابط في المكان المخصص له، وبعدها ننتظر ظهور الأسماء المشاركة في هذه المسابقة. كما ترون هذه الأسماء جميعها التي شاركت في هذه المسابقة. أما الآن فسننتقل إلى السحب، وحظ موفق للجميع بإذن الله. بالنسبة للفائز الأول فهو سعد، مبروك عليك الأخ سعد، سنقوم بالتواصل معك في غضون 48 ساعة، ستصلك أموالك إلى حسابك مباشرة. أما الآن فسننتقل إلى الفائز الثاني في هذه المسابقة على انستغرام. بالنسبة للفائز الثاني فهي صفاء، مبروك عليك الأخت صفاء، أنت أيضا سيقوم الفريق الخاص بصفحتنا وقناتنا بالتواصل معك خلال 48 ساعة لتستلمي جائزتك مباشرة. مبروك عليك الأخت صفاء. أما الآن فسننتقل إلى الفائز الثالث وسنضغط ليتم السحب. بالنسبة للفائز الثالث فهو نبي، مبروك عليك وألف مبروك الأخ أو الأخت نبي، سيتم التواصل معك في غضون 48 ساعة لاستلام جوائزكم. لا تنسوا المسابقة لا زالت مستمرة على قناتنا على انستغرام كما دائما عودناكم، وعلى قناتنا على يوتيوب وفيسبوك. ابقوا مطلعين على آخر الأخبار، والسلام عليكم.